بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير. نحييكم من ارضية ميدان ضوء اجمل تحية، حيث ننقل على حضراتكم هذا المركاض الصيفي الذي خصص لسن الفطمان 10 اشواط. هناك تتنافس هذه الشعارات، وكما تعلمون دائما هذه الانطلاقة تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وباهتمام دائما من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي المتابع دائما هناك لهذه الانطلاقة. شوطنا الأول هناك في هذا الميدان انطلق أيها الإخوة، شوط العمالقة، شوط الكبار، شوط الأسامي الخطيرة اللامعة في هذا العالم. السلام ترنيم في المركز الأول ما شاء الله، ومحمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسب عبد الله ايضا حاضر مع ترنيم هناك مع شعاره المتميز، شعاره المعتاد على الجازات، النقل على المركز الثاني. يلا يا ابو حمد، هناك حمد بن فايز بن غفان بن حمد اليابري، ولكن الحميري خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري من ينصب نفسه بثالث المراكز احد مقاتلاته، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع اشوف هناك الشاهيني ثاني بن سيب بن بطي بن عبيد القفلي، وفي المركز الخامس شوي بعيد الله شامه وصلت ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة. بو عبد الله متعود على اليمايل، متعود على اليمايل، ترنيم ومحمد بن عبد الله بالدبيلة النقل على المركز الثاني. يا الدكتور الشعبي من الجانب الاخر من يقدم علاج وحمد بن فايز بن غفان بن حمد اليابري المسيطر حتى هذه اللحظات. المركز الثالث خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع هناك وصلكم الهاشمي، وصلوا اهالي السلطنة شامة ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، ولكن بن غفان اشعل البركان مبكرا، اشعل بركان هذا الشوط. حمد بن فايز بن غفان بن حمد اليابري، سلام يا ابو حمد سلام. المركز الثاني شامة ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، المركز الثالث محمد بن عبد الله بالدبيلة، المركز الرابع خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. الله سلام 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 سلام، تحية واحترام أيها الإخوة من ميدان ضوء. هناك إلى وين بقول؟ إلى المرموم، إلى عجمان، إلى سلطنة عمان، إلى دار الأمان. شكرا أبو حمد، شكرا على هذا الأداء الجميل، شكرا على هذا الأداء المميز التي قدمت علاج. عطني التوقيت 2:07، التوقيت الأفضل في هذا الموسم، التوقيت الأجمل في هذا الموسم للسيد حمد بن فايز بن غفان بن حمد اليابري. شكرا يا الطبيب الشعبي على هذا الأداء الجميل والمميز التي قدمت علاج هنا في هذا الموقف الجميل في شوطنا الأول الرئيسي على أرضية ميدان ضوء. وسلام سلام، تحية واحترام على هذا الأداء الجميل والمميز.